بسم الله الرحمن الرحيم، صباحكم الله بالخير والعافية مشاهدينا الأكارم، مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. يجدد لقائنا معاكم حلقة جديدة من برنامج نوافذ الحياة. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير زميلي محمد، وصباح الخير مشاهدينا الكرام في حلقة يوم الاثنين المميزة بحضور الدكتور محمود زنقاني مدير المركز الطب الصيني العراقي. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا. حياك الله، يسعد صباحك. صباحك أستاذ أحمد، صباح الأنوار عليك وعلى مشاهدينا الكرام. الله يسلمك. إذن كالعادة بيوم الاثنين يكون عندنا فقرتين فقط، فقرة كلام النور وفقرة الدكتور محمود زنقاني. نبتدئ بالعادة، بس ننوه إلى السادة المشاهدين أنه اليوم دكتور محمود راح يتناول موضوع جدا مهمة يعاني منها كثير من الناس، لربما هي واحدة من أهم الأمور الغير يعني معروفة ومجهولة لدى الكثير، وهو الأضرار الناجمة عن نقص فيتامين دي في جسم الإنسان. كثير من الأشخاص لربما يعانون من نقص فيتامين دي ولكن ما يشعرون بهذا الموضوع. أكو تأثيرات جانبية على هذا نقص هذا الفيتامين، لكن ما يعرفون أنه عندهم نقص فيتامين دي. اليوم راح نتعرف من خلال جناب الدكتور محمود زنقاني طبعا فوائد فيتامين دي للجسم والأضرار الناجمة عن نقص هذا الفيتامين لصحة الإنسان. إذن نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى مشاهدين الأكارم في أولى فقرات البرنامج، هي فقرة كلام من نور، خليكم ويانا. رجعنا وياكم أحبتنا المشاهدين بعد أن اطلعنا على الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، وحديث الرسول الأكرم ووصيته صلوات الله وسلامه عليه عن ذم الخصام والهجران بين المؤمنين. هنالك لربما حالة متفشية بالمجتمع نتيجة التداخلات الحياتية، نتيجة مشاكل الحياة أعباءها، عندما يصبح خصام بين شخصين من المؤمنين يصل إلى مرتبة الهجران، أنه يعني يقطع كل علاقته مع أخيه المؤمن، وكأنه يعني في بعض الأحيان يعني هنالك أمور بسيطة جدا أحمد قد لا تذكر تتسبب بها مشكلة، بدايتها هي اختلاف بوجهات النظر، تسبب بمشكلة، المشكلة تضخم وتكبر، وبعدها حقيقة حتى المزاح يوصلهم لهذا الهجران. أكيد المزاح هو أسباب طبعا كثيرة يوصل إلى الخصام. واحدة من أهم هذه الأسباب أنه مسألة الإيثار، يعني نكران الذات، أنه البعض للأسف ما يمتلكون هذه الصفات، صفات الإيثار ونكران الذات من أجل الآخرين، يشعرون المقابل بأنانيتهم المفرطة، بحب التملك، ببعض الصفات الرذيلة حقيقة، ما تنعكس سلبا على نفسية المقابل، فتبدي ضغائن لربما بسيطة، تتفشى هذه الضغائن وتكبر يوم بعد آخر، خصوصا في الإطار أو المحيط الواحد، سواء في يعني أصدقاء العمل أو في المنطقة الجغرافية اللي يسكنون بها المؤمنين أو أي مكان يجمع الإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات. فحقيقة بالبداية يصير لربما بذرة للضغائن، هذه تكون خلفيات للمشكلة أو الاختلاف بوجهات النظر بين الإخوان، وإحنا نقصد بالإخوان هم طبعا المؤمنين بأجمعهم، مو فقط اللي تربطني برابطة الدم، لأنه كلمة الأخ تطلق على كل المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله.
فتكبر هذه حقيقة الاختلاف بوجهة النظر، تتحول إلى مشكلة، المشكلة تتحول إلى هجران. وللأسف أنه يعني في بعض الروايات أنه بما معنى الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه ليس منا من يهجر أخاه أكثر من 3 أيام، لكن اللي لحظة للأسف أنه البعض تستمر حالة الخصام بينهم والهجران إلى سنوات عديدة. شاهدت حالة أنه يعني جيران ملاصقين لبعض، هذول الجيران حقيقة أكثر من 5 سنوات واحد ما يتحدث ويا الثاني وبينهم قطيعة للأسف، بينما نشاهد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله في موضع الجورة واحترام الجار أنه الجار كالنفس، هكذا يوصي رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي أحاديث أخرى ما زال يؤكد رسول الله، هكذا يقول من كان يستمع إلى رسول الله ما زال رسول الله يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه، هكذا أهمية الجار. هذا نموذج حقيقة يحدث في مجتمعنا في واقعنا أنه أكثر من 5 سنوات أو 6 سنوات بينهم قطيعة حسب ما عرفت، وهم جيران قطيعة تامة. لما بحثت بالسبب شفت أنه سبب تافه قد لا يذكر وأمر دنيوي بسيط جدا زائل. فللأسف في بعض الأحيان نكون رهائن إلى وساوس الشيطان، ينمي الشيطان بذرة الشر اللي بداخلنا فتنتج بالتالي إلى حالة الخصام وتنتج عنها أيضا حالة الهجران. وممكن أيضا أستاذ محمد أنه يكون موضوع الهجران بدون زائل، وهذا المتفشي بالوقت الحالي خصوصا مع ازدياد اعباء الحياه ودخول السوشيال ميديا للحياه بطريقه كبيره جدا، بحيث انه الانسان ممكن يقضي 2 أو 3 أو 4 وهو يتصفح او هو يمارس احد الالعاب او على اي برنامج تواصل، لكن هو يمكن ما يوصل ويا اهله ويا اقاربه ويا ناسه. اصور انه مواضيع البرامج الاجتماعيه اللي متواجده هي سهلت علينا موضوع التواصل. ما اقدر اخابر، ممكن اكو جروب وممكن سولفنا به في فتره محرم هذا الموضوع، انه جروب للعائله واسال عنهم اتواصل وياهم في سبيل انه ما تكون هذه القطيعه وهذه الفجوه تتكون بعد انتراك الشخص الاخر او ترك الشخص الاخر. لذلك في بعض الاحيان لما 2 يزعلون كل ساعة وكل يوم ممكن يظلون هما مختلفين، تكون الفجوة أكبر، بصعوبة ترجع علاقتهم مرة ثانية مثل ما كانت بالأول إذا كانوا أصدقاء ولا أخوة ولا حتى أقارب. بالوصفات الشعبية خلينا نسميها اللي هي وصفات الأهل والعمام، مرات يجبرون أنه قوم بوس أخوك لما يشخص هذا الشخص خطأ، وهذا الموضوع يعني ما راح يكون بقناعة تامة. أنا أكون من ذاتي أقتنع أنه أنا محتاج أصالح محمد علي الربيعي في حال أنه أخطأت وياه، لكن إذا أنا انجبرت أنه أصالح راح يبقى أكون نوعا ما خشونة بسيطة بالقلب تجاه هذا الشخص، صديق قريب أخ جار. خلي نقتنع أو خلي إحنا نخلق الأعذار للناس البقية. لما يكون أكو فد اختلاف بوجهات النظر أو فد إساءة بدلت من أحد الأشخاص، خلي عاتبه مو زعل علي، لأن يعني على قولته هنا الدنيا صغيرة أو قصيرة، لا تخلصها بالزعلات، لا تخلصها أنه أنت تضج من فلان وما عندك علاقة ويا فلان وهذا أسائلي وهذا من ضمن تفكيري وهذا من مبادئي ولا هذا من طائفتي. خلي نكون يعني نحب الناس حتى من الله ياخذ أمانته، ترحم يكون من الجميع كل الناس أكيد. اللي مرينا يعني أحمد أكو في الثقافة تفشت للأسف أنه حتى ثقافة الاعتذار لربما اضمحلت عندنا في مجتمعنا، فجوة المشكلات والتزمت بالآراء بدأت تتسع على حساب فجوة الاعتذار. يعني حتى الشخص المعتذر سواء كان ظالم أو مظلوم في المشكلة اللي تحصل بين الإخوان أو بين المؤمنين، ثقافة الاعتذار لربما باتت الضيق يوم بعد آخر، على اعتبار أنه أنا عندما أقبل على الاعتذار فيتصور المقابل أنه أنا أعتذر من عنده من باب ضعف لا من مصدر قوة. فللأسف كثير من الأشخاص يسيء فهم ثقافة الاعتذار. يعني الإنسان بالعكس إذا أقبل على الاعتذار، وهكذا هو أكد الرسول الأكرم والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنه من يقبل إلى الاعتذار يكون أرفع مرتبة وأسمى مرتبة من المعتذر. ف
فثقافة الاعتذار هي من مصدر القوة. الشخص القوي، الشخص اللي حقيقة يمتلك مخافة الله سبحانه وتعالى، لطالما يبادر إلى الاعتذار. في بعض الأحيان أنه الشيطان يوسوس، أعذنا الله وإياكم من الشيطان، يوسوس إلى الآخرين أنه أني لازم أحافظ على كياني، الشخص المقابل حتى ما يستغل نقاط ضعفي اللي هو لربما اكتشفها بي، فأني ما أبادر بالاعتذار، حفاظا على ما وجهي أو حفاظا على أمور كثيرة أو ثغرات كثيرة يدخل منها الشيطان فيفعل فجوة الخلاف. الشخص المعتذر لربما إذا يريد أنه يقبل لربما أيضا تراود بعض الأفكار أنه أني لربما يستغل هذه النقطة عندي ويعتبرني أني جاي صاغر، أني جاي يعني من مصدر ضعف، أني عندي فت قضية ويا، عندي فت مصلحة شخصية ويا، فأيضا يصور له ويحاول أنه يدخل له. لكن إحنا نخلي في بالنا يا إخواني دائما نأكد على قضية، وهذه القضية هي معروفة، أنه الشيطان لا يوسوس للإنسان في الأمور القطعية. يعني الإنسان إذا أجزم فعل الخير ومنع نفسه عن فعل الشر أو المعصية بشكل حازم وصارم وجازم أنه أني ما أسرق، خلاص ما يدخل للشيطان ويوسوس في باله أنه يعني ممكن أنه تحصل على مبلغ من المال نتيجة السرقة مثلا أو لمعصية معينة. هنا الشيطان يأتي إلى الإنسان ويحاول أن يوسوس في عقل الإنسان وفي قلب الإنسان إذا تردد ولو لجزء من الثانية، فقط صار عنده تردد دخل من هذه النقطة ووسوس في عقله وفعل بذرة الشر في داخله. إذن علينا أنه نكبح جماح الشيطان يا إخوان. حقيقة وساوس الشيطان تكون متلاشية إذا كان الإنسان قوي، إذا توجه الإنسان إلى ربه وجعل كل تعاملاته مع نفسه والآخرين فيها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عندما أخاصم شخص حتى لو هو كان خطأً بحقي، تكون النية، نية الاعتذار من الشخص المقبل إلى الاعتذار فيها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، توجه إلى الله: إلهي أني يعني اعتذاري من الشخص الفلاني نيتي في قلبي أنه أتقرب إليك، لأنه أعرف هذه الوصايا الإلهية حقيقة تأمرني بأنه أعمل الخير، فتكون نية قلبية صادقة وصافية فأقبل على الاعتذار وأترك وساوس الشيطان خلفي. للأسف مسألة الهجران باتت تتسع يوم بعد آخر، ولربما هي إلها أسبابها، بس أيضا هذا مو عذر أنه الإنسان مهما يمر بظروف عصيبة وبحالة ضنك مادي، مشكلات حياتية كثيرة، فهذا ما يسوغ له أنه يفعل بذرة الشر في داخله على حساب بذرة الخير ويحاول أنه يخاصم هذا ويترك هذا ويهجر ذاك. فموضوع الهجران حقيقة يضرب المنظومة الاجتماعية والروابط الاجتماعية بالصميم ويفكك المجتمع. الوسوسة يمكن تجي بأوقات، يعني بهذه الفترة تفشت أن الموضوع وقت توزيع الميراث. قبل فترة يمكن شاهدت يعني الموضوع اللي انتشر هواية على السوشيال ميديا أنه الأخ اللي قتل أخه وبعدين انتحر، هذه مو وسوسة، هذا يعني هو صار شيطان، هذا اللي قتل وانتحر على مود موضوع مادي، وهذا الأخ قال أنا منطي أكثر من فلوس بالبناء لازم أنا أخذ الحصة ما تترجع لي وهكذا. إحنا ليش الخسارات بين الأخوة الأشقاء تكون وقت المادة؟ يعني ترى المادة صح هو شيء مهم بالحياة، لكن هو مكمل مو أساسي. أنا أصور أنه الأخ أساسي، الصديق أساسي، الجار أساسي، العائلة أساسية. إذا هذولي اجتمعوا على أنه أنت إنسان طيب وإنسان مستقيم ممكن يساعدوك في قرهات الحياة اللي تمر بيها. حتى نكون واضحين أكثر أنه لا تخسر شخص على مود موقف مادي أو كلمة، ممكن هو الإنسان خطأ وممكن ساعد شيطان وتكلم به هذه الكلمة. أنا أتكلم عن موضوع أنه الناس القريبين حوالي، يعني أصدقاء اثنين والباحة صار بيناتهم موضوع. أخوان وقت العصبية الإنسان اللي يحكي حكاية هو ما مسؤول عنها كليا،
فأتمنى أنه لما نكون عصبيين يعني يمكن أنا ملاحظ أستاذ محمد لما يعصب يظل ساكت، هو نادرا ما يعصب، لما يعصب يظل ساكت، لأن إحنا مرات نتكلم كلام بوقت العصبية أو نطي وعود وإحنا فرحانين أو ضايجين، هذه الأوقات اللي فول فيلينج بها ما نقدر نطي أي قرار أو أي كلام، لأن ممكن تأذي حياتك أو أنت ما تقدر تطبق هذا الشيء، وراح تكون بموضوع شك بكلامك وبقراراتك. خلي نكون متسامحين أكثر، خلي نخلق الأعذار للآخرين، خلي نحاول نصالح، خصوصا إحنا عندنا مناسبات كثيرة، يعني الأفراح والأحزان ممكن نستثمرها كلها في سبيل إنه نصالح. وأنا يعني من أنا أعتذر إذا أكو أي شخص زعلان علي، ما أصور إنه الزعل يستاهل انه يطول اكثر أكيد. من يوم أكيد. ممكن ازعل يوم ويوم ثاني اروح اعاتبه حتى لو هو غلطان بحكم وانا غلطان. وحتى مساله هي الهجران والخصام حقيقه ما يعني تعود بالانسان الا الى يعني تخلخل حالته النفسيه وتعب حالته النفسيه، وبالتالي شيء فشيء يصبح الانسان منبوذ حقيقه. لكن اذا نقى قلبه ونقى سريرته وكان عنصر فاعل في مجتمعه، محب مبتسم دائما، فبكل تاكيد راح يكون يعني يعيش في حاله من الثقه بالنفس، وتسبقها اكيد الثقه بالله سبحانه وتعالى. ابعد الله عنا وعنكم الخصام والهجران، ولنجعل هذه الحلقة وهذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله بداية انطلاقة جديدة في علاقاتنا الاجتماعية، في علاقاتنا الأسرية، في علاقاتنا مع أنفسنا. ونتمنى حقيقة كفريق عمل برنامج نوافذ الحياة أنه عندما نتناول هذه الأحاديث أنه تكون بداية انطلاقة ومفترق طرق لأنفسنا حتى نصحح مساراتنا. إذن في ختام تحليلنا لهذا الحديث نستعرض الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله مرة أخرى في وصيته لأبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، إذ أن هذا الحديث له مضامين كثيرة، فياريت أنه الإخوة بالكنترول يعيدون يعني عرض هذا الحديث و حتى نطلعكم عليه، وأيضا نستحضر في عقولنا ونجعل دستور حياتي. أنا دائما أؤكد على أنه نستحضر هذه الأحاديث في بالنا في عقلنا حتى نحاول نفكر بالحديث اللي نأخذه باليوم أستاذ محمد حتى يقوم حياتنا إحنا كناس عاملين بهذا المجال أو مطلعين على هذا الموضوع، أنه هذا الحديث بكل حديث نأخذه نراجع بسيرة حياتنا الناس القريبين من عندنا في سبيل أنه نقوم حياتنا لدرجة من درجات الكمال اللي نطلبها إن شاء الله والتقرب إلى أهل البيت والله عز وجل. لذلك خلي كل يوم حتى إذا ما خلنا نوافذ الحياة، حتى إذا بالصدفة أنت دشاهد برنامجنا، أنت كل يوم أخذ فد حديث من حديث أهل البيت اللي جاية تبني المنظومة الاجتماعية حتى نوصل لدرجة جيدة جدا من حياتنا. بس طلبنا من السيد المخرج أكثر من مرة أنه يعرض أن الحديث على الشاشة، لكن يبدو أكو خلل ما أعرف. نعم، ظهر الحديث في ذم التخاصم والهجران بين المؤمنين، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر: يا أبا ذر، إياك وهجران أخيك، فإن العمل لا يتقبل مع الهجران. يا أبا ذر، إياك عن الهجران، وإن كنت لابد فاعلا فلا تهجره 3 أيام كملا. إلى نهاية طبعا الحديث، حقيقة لا يجوز أنه نستمر بالخصام أكثر من 3 أيام. وصية الرسول: إذا كنت لابد فاعلا، يعني إذا كنت مضطر، وحتى هجرانك لأخيك المؤمن يجب أن يكون يعني بدافع الإصلاح، بدافع التقرب إلى الله، لا بدافع إرضاء شهوة الانتقام وغريزة الأحقاد عند الإنسان. يمكن يعني المختصين بالبرمجة العصبية وأيضا العلم النفسي يقولون أنه الزعل أكثر من 3 أيام يسوي مشكلة، فإحنا واضعين كل الأسس الحياتية الاجتماعية والبرمجة اللغوية والعصبية من خلال أحاديث أهل البيت. يعني الناس أجوا سووا بحوث وشافوا أنه 3 أيام زعل أكثر من عتها راح يسوي لك مشكلة أو راح يسوي فجوة كبيرة، لكن أهل البيت قبل هذه البحوث كلها هم طنيها بطبق من ذهب جاهز. أحسنت. إذن
وصلنا ويا حضراتكم إلى ختام هذه الفقرة حتى ننتقل إلى جناب الدكتور محمود زنجنة مع الفقرة الطبية. خليكم ويانا بعد الفاصل. رجعنا وياكم أحبتنا المشاهدين والفقرة الطبية، ونرحب مرة أخرى بالدكتور محمود زنجنة مدير المركز الصيني العراقي. حياك الله جناب الدكتور. حياكم الله، يسعد صباحكم مرة ثانية. الله يحفظكم. الله يسلمكم. دكتور أنا انتظرك من تنين، وأكيد المشاهدين أيضا ينتظروك أكثر من عندنا. أنا إحنا نقدر نسألك بالكواليس هم بس بوقت البرنامج. أنا في خدمتكم. وإحنا هم كثير من الاتصالات أو قاعد تجينا رسائل كثيرة، نريد نتصل نريد نسأل، فقمت إن شاء الله نقلل من كلامي حتى نأخذ أكثر الاتصالات إن شاء الله. تعالى إحنا بس بالبداية عادة المشكلة المرضية اللي نعالجها نعطي ثقافة عامة عنها، بعدها إن شاء الله نفتح الاتصالات للسادة المشاهدين. اليوم موضوع حلقتنا عن الفيتامين دي، اللي نريد نعرف شنو فيتامين دي وشنو الأضرار الناجمة عن نقص هذا الفيتامين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الله عز وجل عندما خلق جسم الإنسان خلق معمل متكامل ما ينقص أي شيء، يقدر الجسم، هو جسم الإنسان، يقدر يعالج نفسه ويطبب نفسه، ويقدر يعالج نفسه داخليا وخارجيا عن طريق الغذاء اللي الله عز وجل خلقه، لأن لله عز وجل الحجة البالغة، ماكو حجة على الله عز وجل. كل شيء خلقه إنه بالطبيعة هو إلى أجسامنا، إلى صالحنا أن نستفاد من عنده. وأيضا داخل أجسامنا خلق مصانع ضخمة جدا، يعني لو أردنا أن نصنع مصانع اللي الله عز وجل خلقها بجسم الإنسان ماكو أرض يابسة تسع هذه المصانع. ما شاء الله، ماكو أرض يابسة تسع هذه المصانع. لأن عندنا 200 مليار خلية تقريبا بجسم الإنسان. هذه 200 مليار خلية، كل خلية هي عبارة عن كمبيوتر، عن معمل بحد ذاته، معمل بحد ذاته يعالج كثير من الأمور، يحفز كثير من الأمور، يطلق كثير من الأمور. وخلايا مختلفة طبعا، ما عندنا نوع 200 مليار خلية، هي خلية واحدة متشابهة، كل واحدة لها، كل واحدة لها وظيفة خاصة، كل واحدة لها شكل خاص، لها نمط معين بالحياة. أيضا الطعام الله عز وجل خلق لنا إياه على أشكال مختلفة، وخلق نستفاد إحنا بالطب الصيني نقول من طاقات الإيجابية، الطاقة الإيجابية. بالعلم نقول الأملاح، المعادن، الغذاء، الطاقة اللي نحتاجها إلى جسمنا. إنزين، أدنى نقص يتيح عن طريق، تارة عن طريق الطعام، وتارة عن طريق العلاج الخارجي اللي ناخذه، وتارة عن طريق سوء التغذية، وتارة عن طريق مرض معين يصير نقص ببعض الطاقات بجسمنا. فيتامين دي بالطب الصيني هو عبارة عن طاقة، احنا نعبر عليها طاقة. بالعلم هو مادة عضوية يحتاجها جسم الإنسان حتى يقوم بإداء وظائفه. الفيتامينات كلها تأتي عن طريق الغذاء إلى جسم الإنسان، تدخل عن طريق خارجي، ما عدا فيتامين دي لضرورته، لأهميته، يصنع داخل الجسم. بس فيتامين دي، ما عندنا فيتامينات تصنع داخل الجسم، ما عدا فيتامين دي. الفيتامين الوحيد هو مو بس فيتامين، هو يعبر عنه باسم بروفيتامين، اللي هو ما قبل الهرمون، لأن هو يدخل بصناعة الهرمونات أيضا. هرمونات الجسم الكثير منها، يعني مو كلها، يدخل بصناعة الخصوبة عند الرجال، الخصوبة عند النساء، يدخل بصناعة هرمون الكورتيزون اللي هو يعالج ومضاد لأي التهاب، يعني هذا معمل بحد ذاته، وهرمون الكورتيزون معمل بحد ذاته بجسم الإنسان، يعالج السرطان، يعالج الالتهابات، الفيروسات، المشاكل اللي يصير بداخل جسم الإنسان. إذن هو يصنع داخل جسم الإنسان. بل يصنع داخل جسم الإنسان، ولكن بفعل تغييرات المناخ وقلة الغذاء وسوء التغذية احنا ما نقدر نصنعه كامل داخل جسم الإنسان. او ما ناكل، يعني احنا تكلمنا في حلقات الدهون، فيتامين دي هو مستقر بالدهون، ماكو غير شكل، يعني شكله هو دهني. فيتامين دي هو شكله دهني، وهو يسبح بالسائل الدهني، وتكون قابلية امتصاصه من عند ما يكون بالدهون 20 ضعف.
عندما تأخذ فيتامين دي هيك قابلية امتصاصه 1-2-3%. نعم. ولكن عندما يدخل إلى جسم الإنسان مع الدهون مع الزبد مع زيت الزيتون ينشطه. بلي راح ينشط تكون قابلية امتصاصه تقريبا 20 ضعف. جميل. 20 ضعف. جميل. فهذا يلعب دور مهم بحياتنا. أنا عديت فد لسته طبعا عن الأعراض اللي تنشأ بسبب نقص فيتامين دي. شوف كثير راح تتكلم عن هذه الأعراض. إذا أشوف المريض يعاني من خمول بالجسم، يعاني من كسل، يعاني من الإجهاد العام، يعاني من تعب. طيب دكتور، مرات تكون حالات أكثر يعني أكبر من الكسل، يكون خمول عام وبس مو فيتامين دي، يعني ممكن اللي هو مجرد انه انا شعرت بالخمول اروح اخذ فيتامين دي وبصيدليات متوفر بالتاكيد. بالي لا احنا مو هيك شيء، احنا ما عندنا هيك شيء. اول شيء احنا عندنا زياده فيتامين سي سبب تسمم بفيتامين دي، خاصه كان على فترات طويله. انا ما انصح اقول للمريض روح اخذ فيتامين دي، لا انت تروح للطبيب او تروح تجري تحليل. عن 60% من المرضى اللي يراجعوني 60% من المرضى اللي يراجعوني فيتامين دي عندهم نقص ودون العشرين. هاي طامة كبرى. يعني البارحة أنا عندي طفلة صدفية جت براسها، طفلة عمرها 6 سنوات صف الأول ابتدائي، يعني عندها صدفية براسها، شعرها من الساقط، يعني حالة فظيعة الطفلة. يعني أبوها أمها جت تبكي. يعني جزمة أول ما دزيتها على فيتامين دي، تحليل فيتامين دي، لقيت نسبة فيتامين دي 4 بجسمها. أربعة نسبة، يعني طامة كبرى. وش قد النسبة الطبيعية؟ النسبة الطبيعية للأطفال تقريبا 15-20. أه. الكبار لا، يجب أن تكون حدود 50. هو يجب أن يكون من 20-100. ولكن بحدود 50 يجب أن يكون الحد الطبيعي. نعرف بلي. على الأعراض بشكل مختصر حتى نفتح الاتصالات على السادة المشاهدين. من المهم أن أرد نبوه على الأعراض والمشاكل اللي يسببها. يعني واقعا كثير من المرضى سيروح عندي ألم بالمفاصل. هالطفلة مثلا عندها صدفية، تروح تأخذ علاجات للصدفية. أبو المفاصل روح يأخذ للمفاصل. أبو الكآبة، أكو أمور سرح تتحدث عنها وهي ما لها دخل. جوش قد ما يأخذ أدوية هو ما يتحسن. أبو السوفان عنده سوفان، هو عنده نقص بفيتامين دي مثلا، ولكن يشوفه من يروح إلى الطبيب يطيع علاج مهدئ، يطيع علاج مثلا كلوكوزامين، يطيع بعض العلاجات الكوندريشن سلفات اللي تعالج خشونة المفصل وتعالج الغضاريف، زين، ولكن بدون فائدة. ما ينتبه الدكتور أو يغفل عن هذه، أن يدز مو الكل يعني البعض، أن يدز على تحليل فيتامين دي ونشوف السنة نتكلم عن نقص فيتامين دي وشلون يلعب دور. طبعا قلنا الخمول العام، كسل بالجسم، إجهاد عام، تعب عام ومتقطع، تكسر. الإنسان شوفه هو نايم هواية ومرتاح وما عنده عمل، بس ما يقوم يشوفه جسمه متكسر، ما يقدر يقوم. زين، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، ألم أسفل الظهر، شوف ما عنده انزلاق بس ألم شديد بأسفل أحد نقاط أو أحد مشاكل ألم أسفل الظهر. أسفل الظهر هو نقص فيتامين دي. هسه ربما البعض من يشاهدنا يقول هاي كلها عندي الأعراض، يعني يتوصل إلى أنه عنده نقص فيتامين دي. مو شرط تظهر كل الأعراض. أنا سرحت عدلك 100 مرض يسبب نقص فيتامين دي. زين، بس هو يعني استخدمت في الأمراض الجلدية أنه هم إلى دخل العلاج إلى كثير من الأمور. كثير من الأمور قوة العظام تدخل من فيتامين. بلي، عندك ألم الركبة، السوفان، حتى يضطر إلى تبديل المفاصل، الهربس، لطمة الحمى اللي تطلع هنا دائما يعانون من عدة كثير. تقول هذا الهربس، شوف كل شوية يومين ثلاثة أسبوع تطلع عدة. هذه إحدى علامة نقص فيتامين دي. عندنا السكر بفيتامين دي، نقص فيتامين دي يعلي السكر، نسبة السكر بالدم، نقص فيتامين دي يعلي نسبة الضغط بالدم. عندنا مشاكل البروستات، مشاكل الرحم، تساقط الشعر، الثعلبة، تسوس الأسنان، تنخر الأسنان، بمجمل الأمراض اللي يسبب الأسنان، كل الأمراض، تساقط الشعر، تساقط الأسنان، تنخر وتسوس الأسنان، الاكتئاب، الأمراض النفسية بصورة عامة كلها نقص بفيتامين دي. الضوجة، واحد يحس نفسه ضايج، هم، غم عنده، انطواء، عدم التركيز، النسيان، هذني كلهن من مشاكل
نقص فيتامين دي، عندنا تشوش الدين، الاضطراب، السترس، هالعصبية اللي قاعد يصير عند الناس، هذه كلها طنين الإذن، كثير يعانون من طنين الإذن، من صفير الإذن، الدوخة. دكتور الآن نكمل إن شاء الله الأضرار لنقص فيتامين دي، لكن بعد أن نستعرض الأرقام الهواتف على السادة المشاهدين حتى نستقبل اتصالاتهم. مشاهدين الأحبة، بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار عن بعض الحالات اللي يعني تعانون من عدها، وتحديدا مشاكل نقص فيتامين دي، يا ريت يكون تحت هذا العنوان أو هذا المحور اللي يعاني من هذه الأمور اللي ذكرها الدكتور محمود زيقان. ممكن أنه يتصل بينا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة ونستقبل أول اتصال. نعم، قبل لا نستقبل فلاح، وصلنا أبو علي على فيتامين دي، لأن أكيد عندنا وحدة من هذين. أبو فلاح أكيد. أم فلاح، أم فلاح من الكوت، حياك الله أخذنا العزيزة. الله يسلمك، يحفظك الله ويانا. اليوم دكتور محمود زنقنا ومحورنا عن فيتامين دي. أي حياك الله. عندك سؤال ويا الدكتور؟ أي والله عندي سؤال. نعم تفضلي دكتور محمود، يسمعك. تفضلي أختي، يسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. من فلاح، عندك مشكلة بالصوت، إذا ممكن تغيرين مكانك. نعم، أو تتصلين مرة ثانية، يعني الصوت مو واضح نهائيا. يلا يمكن هسه وضح الصوت يا أم فلاح، تفضلي. أكو مشكلة بالاتصال، إذا أمكن تعاود الاتصال لأخت أم فلاح. نعم، اتصال آخر. نعم، اتصال آخر. شكرا لأم فلاح، عاودي الاتصال أختي. تمام. إلهام، إلهام من البصرة، السلام عليكم يا إلهام. وعليكم السلام. حياك الله يا إلهام، مية هلا بيج. الله يحييك من وسهلك. الله يسلمك، حياك الله. اليوم ويانا دكتور محمود زنقنا يا إلهام. أهلا وسهلا. الله يبارك بيج. يلا إذا عندك اليوم. صباح الخير أحمد. صباح العافية أختنا العزيزة، الله يسلمك إن شاء الله ويعطيك الصحة والعافية دائما وأبدا. اليوم نسولف عن نقص فيتامين دي ويانا دكتور محمود زنقنا. الله يسلمك، لأن شوي أرد أطلب منك الرخصة، أنا سجلت اسمك ببرنامج فاطمة المحصومة. إيش؟ اسمك سجلت بأمس مو ببرنامج طبعا على العسكر بلا فاطمة المحصومة. الله يسلمك، شكرا إليك، الله يوفقك إن شاء الله. أنا ممتن. من اللي قدم البرنامج قلت لك خوي بس سجل محمد على الربوع وأحمد خضر. الله يسلمكم، ويا الله يسلمكم، ويا ممتنين يا إلهام حقيقة، أنت دائما تتحفينا بهذه الألطاف من جنابك يا أختي إلهام، بارك الله بيك. شكرا لك يا إلهام. نعم، مصطفى ويانا منين؟ من المسيب. سلام عليكم يا أم مصطفى، مية هلا بيك. الله يحفظك، السلام عليكم أخوي أحمد. حياك الله، صباح الله، الله يحفظكم، الله يخليك. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يخليك. عندي سؤال للدكتور، الله يحفظكم. نعم تفضل. أنا يعني رجلي يعني بصورة متواصلة، شنو مثلا سد مدة 5 دقائق. نعم. يعني مثلا كاملة أو أكثر، يعني ما أقدر أوقف عليها، يعني نعم. أنا عمري 241 سنة، فمشي عادي يعني أقدر أمشي. شلون أعراض الأعراض اللي حجاها هسه الطبيب؟ أهم كان دائما عندي نحول، دائما يعني جسمي تعبان، رغم ما أنا يعني أكل زين، بس أنا تحليل يعني شو ينصحني الطبيب؟ أسوي تحليل فيتامين وكالسيوم، أنا هذه التحاليل ما مسويتها، أبد ما مسويتها، بس دائما أشكي من رجلي، يعني ما أقدر أوقف عليها نهائيا، يعني إذا أوقف 5 دقائق لازم أقعد. اسمحي لي أسألك، وزنك إيش قد وفصيلة دمك؟ أنا فصيلة دمي زائد. وزني وزني يعني يطلع هيك 60، مو سمينة. بلي مو سمينة. نعم. الألم وين يتركز؟ كل الساق، كل الرجل، لو مكان معين؟ لا من جوا الركبة لحد يعني القدم. لحد القدم. أول ما تقعدين الصبح تقدرين تدوسين على رجلك؟ لو صعبة ما تقدرين، كلش ألم يصير. أنا أحكي لك الصدق دكتور، أنا موظفة. بلي. أنا موظفة مصرفية، بس شنو هو؟ لا هو من أبعد الصبحية طبعًا، خاصة هاي الحالة طبعًا تزيد عندي بالصيف. بلي. يعني بالصيف يعني فد مرة ألم يصير عندي. نعم. يعني أقول هذا تعب، لو هو همات ينقص فيتامينات. أختي الفاضلة، أول شيء أريج تأخذين أشعة على كعب الرجل، احتمال عندك تكلس، تكلسات أو نتوء عظمي بكعب الرجل، وتأخذين تحليل لفيتامين دي 3، وتأخذين في تحليل للكالسيوم، وتأخذين أيضا تحليل لفيتامين K2 وفيتامين F.
هذني سجليهم ذني يا مصطفى سجليهم نعم وتشوفين شنو المشكله اللي عندك. يعني من المحتمل واحدة من هذني اذا ما كان عندك مشكله انزلاق او مشكله بظهرك اذا ما كان عندك انزلاق عندك انزلاق اي لا عندي انزلاق وادربي عن هاي صار لي سنين واعرف واراجع بهذا الشيء بس مشكله رجلي يعني لها علاقه بالانزلاق هاي لها علاقه بالانزلاق لها علاقه بالنتوء العظمي لها علاقه بنقص هاي الفيتامينات اللي عندك اختي الفاضله زين الله يوفقك دكتور سؤال اخير بس قول لي فيتامين دي وين يتركز يعني بيا اكل يعني اذا يعني باي نوع من الاكل الزبد نعم. الافوكادو زيت العفو زيت الكوكانت اويل اللي زيت جوز الهند وزيت كبد نعم. الحوت هو كله عباره عن دهون زيت كبد أي. الحوت بلي بس ما تاخذي بكيفك لان احنا قلنا اذا زياده هذا الفيتامين لفتره معينه شهر واكثر يسبب تسمم بفيتامين دي فيجب تراجعين طبيب تشوفين لا اكيد راجع طبيب اي بلي هذا اللي موجود بيها تعرض 10 دقائق الى 20 دقيقه باليوم ساعة قبل الغروب من القرص الشمس يكون أحمر وساعة بعد الشروق بعد شروق الشمس هذا 10 دقائق إلى 20 دقيقة إذا تعرضت إلى هذا قرص الشمس ماكو تحت كفايتك اليومية من فيتامين دي تأخذيها من الشمس جميل زين هذا الوقت هسه مات الشمس هسه هذا الوقت الوقت هسه الشمس مو ضارة ولكن بعد الساعة بالأربعة وقبل الساعة بالعشرة الوقت جدا يعني يكون احنا هذه الأشعة ضارة تكون أشعة الشمس قبل العشرة جيدة بعد الساعة بالأربعة جيدة نعم. الوقت هسه الربيع احنا جيد ما عندنا مشكلة يعني بأي وقت تقدرين تشمسين عادي بس بالصيف من ندخل الشهر الخامس الرابع نعم. الخامس من ندخل بعد هنا هذا الوقت غير جيد احسنتم شكرا لاتصالكم يا ام مصطفى واتمنى لكم الصحه والعافيه والسلامه يا ام مصطفى الله يحفظك نعم نوقف الاتصالات نجاوب على تجاوبتم يمكن على ام مصطفى وام فلاح ايضا ما توفقنا بسماع صوتها نعم تفضل دكتور خلينا نبدي بمصطفى نكمل قلنا وصلنا الى طنين الاذن صفير الاذن الدوخه عند الوقوف المفاجئ يصير دوخه وما يقدر يوقف ويرجع مره ثانيه نعم. بلي ضبابيه بالبصر غواش يصير عند عند صاحب نقص فيتامين دي فتح احد من اعراض نقص فيتامين دي يقوم يشتهي المريض اللي عنده نقص فيتامين دي يقوم يشتهي اكل الحلويات اكل الحلويات الجسم يصنعها عندما تدخل الجسم راح يخزنها بدهون بما انها هي دهون فهذا وهم بان احنا نريد الدهون نحتاج الى الدهون فشوف المريض راح يحتاج يشتهي ياكل الحلويات عندنا تراكم الدهون ارتفاع نسبه الكوليسترول والدهون الضاره بالجسم ضعف الجهاز المناعي نقصه يسبب ضعف الجهاز المناعي تزيد العدوى الفيروسيه والبكتيريه والالتهابات تزيد عندنا بجسم الانسان الربو مشاكل الجهاز التنفسي لها ارتباط وثيق بفيتامين دي الانفلونزا هذول اللي يوميه متمرضين يوميه مستبرد يوميه بنزله برد تجي تشوف الطفل او كبير اليوم زين ثاني يوم تمرض والمرض عده الاستبراد يطول عده اسبوع اسبوعين او اكثر ورا فتره شوف صار يومين زين ثلاث ايام ورجعت عده الحاله نقص فيتامين دي تكون الحصى بالكلى بسبب نقص فيتامين دي عندنا الهرمونات عندنا مشاكل اللي عندهم عدم الخصوبه عدم الانجاب عندهم العقم يسموه زين عند النساء وعند الرجال نقص بفيتامين دي مو كل الحالات ما احنا قاعد نقول هنا بعض الحالات او الكثير من الحالات تصير عندهم نقص بفيتامين دي لان قلنا الفيتامين دي هو البري هرمون اللي ما قبل مرحله ما قبل الهرمون هو اللي يصنع من عنده تنصنع الهرمونات ونقول الماده الاساسيه الماده الاساسيه لصناعه الهرمونات جميل. لصناعه وكثير من الهرمونات مو بس هرمونات قليله عندنا هنا من اللي يعدم فيتامين دي بجسم الانسان الستريس العصبيه شوف هنا اكو مرات يصير عندنا فيتامين دي 3 عندنا موجود ناكله بالغذاء ناكله بالزبد موجود بغذائنا مثلا مكتفين ولكن جسمنا ما راح يمتصه شنو الخلل احنا الشعب العراقي وشعوب الشرق الاوسط عموما هي عدة ستريس العصبية النرفز هاي المشاكل الحياة حالة الغضب المفاجئ أيضا نعم. أي بالي التفكير الزايد القلق نعم. هذه كلها شو تسوي لنا تعلينا هرمون الكورتيزون هرمون الكورتيزون توأم لمن توأم
فيتامين دي. هرمون الكورتيزون ضروري لجسم الإنسان، هو ضروري لجسم الإنسان، ولكن زيادته ضرر لجسم الإنسان. خلينا نأخذ اتصال منه أبو حمزة. أبو حمزة حياك الله وصباحكم الله بالخير. صباح النور يا أبويا، عافية. علشان ابني عنده طنين بإذنه، صار له تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات. جد عمره ابنك؟ هذا دكتور محمود وياك حتى بالمباشر. إيش قد عمره أختي الفاضلة؟ عمره تقريبا 14 سنة صار يا أبويا، والله من عمره تقريبا 11 سنة صار عنده. فصيلة دم تعرفيها؟ أو زائد. سؤال. أيوة. يشتغل له بالبيت هو طالب؟ والله لا، طالب مال مدرسة. والله حتى مأثر عليه علشان الدراسة، وهذا مأثر عليه والله. زين، يستخدم الهيدفون هواية؟ والله احنا يعني يا دوب صار لنا سنتين ما صار عنده تليفون، يعني مو من زمان عنده تليفون حتى نقول. زين. ودي يدرس والله العظيم ما قاعد يعني يدرس. أصوات يعني عالية، ضوضاء دائما يمه قوي، مثلا خلينا نقول سكشة قطار هيك فشي، ضوضاء رجة هيك يعني. ما عندي، بس أنا وابني بالبيت، ما عندنا أحد، احنا مهجرين وقاعدين بغرفة واحدة وتلفزيون ناس، وبس أنا وابني بالبيت. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. يسلمك يا عيني. يسلمك. شوفي أنا سمعينا من خلال التلفزيون. نعم. بلي. شكرا. من المحتمل. من المحتمل. نعم. خلينا نشوف أم مريم. السلام عليكم يا أم مريم. وعليكم السلام. السلام عليكم. حياك الله أختنا الفاضلة، مية هلا بيك. شكرا جزيلا. مرحبا دكتور. حياك الله. أهلا وسهلا. عندي طفلة عمرها سنة وثلاثة شهور. هذه الطفلة كانت ولادتها شتاء، بالتالي أنا ما قدرت أعرضها للشمس. صار عمرها سنة وثلاثة شهور ولحد الآن مدى تمشي 70% موضوع طبيعي، ولكن أنا أشك أنه لعدم تعرضها للشمس في أحس أنه تأخرت بالمشي. هل أكو موضوع فواكه، أكل معين لهذه الطفلة؟ هي طبعا هي رضاعتها طبيعية، أكلها 50% جيد. وزنها شقد؟ أسأل أكو وزنها 5 كيلوغرام. يعني أقل من الوزن الطبيعي ترى. 5 كيلوغرام بالنسبة لسنة وثلاثة شهور قليل، ضعيفة يعني. ضعيفة نعم. ولادتها أيضا كانت ضعيفة. أجتي كاملة؟ أجتي كاملة يعني الحمل كان نعم. كامل وجتي أو قبل وقتها جتي؟ لا لا أستاذ، جتي كاملة. هي نشطة حيوية، ما لقيت مشكلة بأي شيء يعني خلقيا أو كذا، لا الحمد لله. لكن الموضوع اللي عرضني موضوع مشيتها جزيلا. شكرا لاتصالكم يا أم مريم. انتظروا الإجابة إن شاء الله. نعم أم دانيال، آخر اتصال ويانا بهاي الحلقة. حياك الله وصباحكم الله بالخير. أم دانيال سمعينا؟ عليكم السلام. بصوت جدا مشوشة. حياك الله أم دانيال. أم دانيال عودي الاتصال حتى نقدر ناخذ سؤالك وتتواصلين ويا دكتور محمود. نعم. أيضا دكتور نبدي نجاوب له ناخذ اتصال أستاذ حسام. نعم عندنا اتصال أخير حتى بعد آخر اتصال. نعم. ألو. نعم أم دانيال حياك الله مرة ثانية. ربي يحييكم. الله يسلمك. صباح النور والعافية عليك إن شاء الله. الله يعافيكم إن شاء الله. ويانا دكتور محمود اليوم. عليكم السلام ورحمة الله. الفاضل الفضل. حبيت أسئلك على مود شو اسمه، عند الوالدة عندها انزلاق بالفقرات وظهرها كل شيء مأذيها. كد عمرها وزنها؟ بالحبل الشوكي. آسفة، تضيق بالحبل الشوكي. بلي لا، هي مأذيها يعني كلش، يعني بحيث كلش متذى يعني ما تقدر تقوم من عندها. بلي يعني عندها انزلاق وعندها تضيق، لو بس التضيق اللي عندها؟ لا، هو بالحبل الشوكي عندها انزلاق بالفقرة وينزل على بلي وينزل على الرجلين مالتها. بلي يعني الرجل مالتها بحيث هاي الرجل اليمنى حيث من تمشي الطق شلون العظم اللي يطق. بلي فصيلة دمها وزنها؟ والله ما حافظت فصيلة الدم مالتها. وزنها؟ وزنها 88. 88 عمرها؟ بلي عمرها تقريبا 43. اي هو يعني تقريبا بال50 49 لو 50. بلي
50 سنة. بلي سمعينا إن شاء الله عن طريق الله يواليها العافية إن شاء الله. كذا يعني ما أقدر أسمعك التلفزيون لأنه موجود عندي القناة. طيب هسه راح يجاوبك الدكتور. بالنسبة إذا كان تضيق بالحبل الشوكي يسبب ألم ينزل الألم إلى حتى أسفل الرجل، وإذا كان السياتيك أو عرق النساء أو الانزلاق هو نفسه خلينا نقول الشديد أشد يصير، هذا يكون ضغط على العصب اللي نازل يغذي الرجل فينزل يضرب هذا الألم أيضا. أختي الفاضلة بالنسبة للانزلاق، أول شيء يجب أن تخلين الخلط السائد، إحنا ما عرفنا فصيلة دمها، خلط السائد للجسم زين هو أكثر أعتقد من الخلط البلغمي، هي إذا يكون صحيح، وإذا ما كان خلطها بلغمي الخلط البلغمي زايد عندها بالعمود الفقري بالديسك هنا بالديسك، فهذا السبب يجب أن نقطع الألبان، نقطع الأكل الطبعة بارد ورطب، طبعة يعني مو بالثلاجة، لا الخيار بارد ورطب، الرقي بارد ورطب، السمك بارد، العدس بارد، هذين الأكلات الألبان باردة رطبة، هذه تولد الخلط البلغمي، الخلط البلغمي يزيد من عملية الانزلاق، هاي يجب أن تقطعها. تجين تاخذي لي هذه إيدها، باعين انتبهي لي على إيدها، هذه أنت ما قاعد تشوفيني، نعم أكو خط فاصل بين المعصم والرسخ على رسخ الإيد بين الساعد والشزمة هنا، هذا الخط الفاصل بنهاية الكف، هذا الخط الفاصل الضغطين على عملية تدليك باتجاه الإبهام، زين هذا راح تستفاد من عنده جدا باتجاه الإبهام، هذا الخط تدليك ضغط إصبع إحنا نسميه زين. تقدرين هذا الخط الفاصل على عملية الضغط الإصبعي إحنا نسميه ضغط الدودة، هذا شلون الدودة تمشي بهذه العملية، رحت تستفادين من عنده، هذا تستفاد من عنده. تأخذين دهن زيت الحنظل، وزيت الحرمل وزيت الزنجبيل، ثلاثة زيت الحنظل وزيت الزنجبيل وزيت الحرمل، تدهنين بي أسفل الظهر والسيقان اثنينات اللي جوا يعني من نهاية الظهر وتنزلين اللي جوا، أيضا تأخذين زيت القرع، تشرب مقدار ملعقة كوب ثلاث مرات أو أقل من ملعقة كوب ثلاث مرات باليوم زيت القرع، ومرتين باليوم تدهن من ما على ظهرها ذاك الدهن اللي قلنا عليه، تدهن ظهرها بزيت القرع أيضا، وتأخذ ملعقة شاي من زيت الحرمل شرابا، زيت الحرمل ملعقة شاي مو أكثر، لأن إذا صار أكثر مادة سامة يكون. أحسنت. زين هذا يعالج الانزلاق، شوطت وصفة للانزلاق بنفس الوقت ووصفة لتضيق الحبل الشوكي، اللي يعانون من تضيق بالحبل الشوكي بدون إجراء عملية هذه الوصفة يستفادون من عدم، بشرط إخلاء الخلط السائد وهو استخدام المسيل أخلاط. نعم. ملي. أحسنتم يا نعم يا أم دانيا. نعم. زيت الحرمل وزيت الحنظل وزيت الأخير شنو؟ زيت الزنجبيل، هذا اللي تدليك. نعم. بإمكانك أيضا تتابعين الحلقة على اليوتيوب، اليوم إن شاء الله راح تنزل على اليوتيوب وتابعيها مرة أخرى يا أم دانيال. نشكر حرصك على متابعة البرنامج والشفاء للوالدة الكريمة إن شاء الله. الله يحفظكم. نعم دكتور الوقت بدا يداهمنا، عندنا 3 دقائق بس ممكن نجاوب على الأخوة أم حمزة. بالنسبة أم مريم خلينا بعجالة، الطفلة هذه تقدرين تدهنين الطفلة هسه وقت حلو جدا حلو، الصبح ساعة 8 بالتسعة تخليها بالغرفة بيت شباك بالشمس، تدهنين جسمها بالزبد، زبد الطبيعي، زبد العرب مالتنا، مو الزبد اللورباك تاخذيه معلب وبيه ملح، لا الزبد الطبيعي، تدهنين جسمها بالزبد الطبيعي وتعرضيها للشمس لمدة ربع ساعة 20 دقيقة مرتين باليوم، رح تستفادين، تعطيها زبد ملعقة شاي أو نص ملعقة شاي أقل من ذلك حتى لا يصير عدة سهال، عدة مرات باليوم مو مرة واحدة، عدة مرات باليوم. زيت كبد الحوت على شكل كبسولة، هذه تزرفين الكبسولة تأخذين من عندها قطرة قطرتين، أو أول مرة تعطيها كبسولة كاملة تخليها على حلقة تشربها أو على خبزة أو على بأكلها تخليه تشربها هذه الكبسولة، بعد ذلك باليوم قطرة واحدة تعطيها، إذا تراجعين أو تراجعين طبيب يجري الفحوصات هذه راح يوجهك بالصورة الصحيحة. عذرا اكو نقطه هنا بالصيدليات يروحون ياخذون فيتامين دي، هذا فيتامين دي 2 مو فيتامين دي 3،
لأن هذا يعني شوف نسبة الستروجيل مثلا روح يأخذ أبرة الستروجيل 600,000 وحدة، جسمنا يحتاج 1200 وحدة، أنا أجي أخذ 600,000 وحدة ليش؟ لأن نسبة امتصاصها من 1 إلى 3%. هذا من عد ما يدخل بجسم الإنسان يحتاج أن يحول، جسم الإنسان راح يشتغل حتى يحوله إلى فيتامين دي 3. إنزين. الأخت أم حمزة كان سينو سؤالها عندها ابنها 14 سنة طنين بالإذن. طنين الإذن احتمال سوي له تحليل لفيتامين دي 3، احتمال تشوفين عنده مشكلة بنقص فيتامين دي 3، تجري له حجامة خلف الإذن، خلف الإذن أكو هاي العظمة الطالعة مباشرة على العظمة تحتها خلف الإذن، تجري له حجامة 3 مرات بين مرة ومرة 3 أسابيع، بين مرة ومرة 3 أسابيع تأخذين لوزاية اللوز أو تأخذين المشمش راح يجينا النوى المشمش، النوى مالت المشمش هاي تخليها بأبرة بسمار بفشيط تخليها تحرقيها على النار، أو تخليها تحرقيها على النار تجيبيها تخليها بالاستكان. نعم تخليها بالاستكان هذه الزيت اللوزاية اللي تحرقيها تخليها بالاستكان، وتجيبين أذانة تخليها هيجي على ال... على ال... حتى الدخان مالذي نقول حتى دخان الدخان المتصاعد من اللوز او من البذره المشمش. يعني تكسرين، احنا تكسرين النوايا تطلعين البذره مالتها، النوايا مكسوره تطلعين بس البذره تحرقيها 2-3 تحرقين تخلين بالاستكان تخلين توجهين على اذانه بهذه العمليه، بهذه العمليه بحيث الدخان يدخل الى اذانه يوميا مرتين تسويه 2 أذاناته لمده شهر، لمده شهرين لتملين ان شاء الله يتعالج. زيت اللوز المر قطرة قبل النوم، قطرة من زيت اللوز المر قطرة قطرتين بكل أذان يومية بالليل قبل ما ينام. وسأل الله أن يوالي الصحة الشفاء والصحة والسلامة للأخت أم حمزة وأم مريم وأم دانيال وكل من اتصل بنا، وإلى حضراتكم سادتي المشاهدين. هذا ما يسمح به وقت البرنامج. جناب الدكتور محمود زنقنة مدير المركز الصيني العراقي، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات، وإن شاء الله نتواصل في الأسابيع والحلقات المقبلة على موضوعات صحية أخرى إن شاء الله. إن شاء الله بخدمتكم. الله يحفظكم. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحيات كادر العمل، نلتقيكم في حلقة غد إن شاء الله، تقبلوا تحياتنا مرة أخرى في أمان الله وحفظه، في رعاية الله وحفظه.